عليكم، صباحكم الله بالخير. من الحين احنا الساعة تقريبا 10 الصبح، مثل ما وعدتكم البارحة راح نبلش ان شاء الله من اليوم وصاعد. احط على اليوتيوب، ارفع على اليوتيوب مجموعة من المحاضرات. والبداية مع مادة الانفورميشن سيستم. مادة الانفورميشن سيستم اللي هي تعتبر، او المادة هذه، وانا احب افضل ما اسميها ماده، طالب ان انا قاعد اخلي على الموقع، وهذا حق الببليك، جميع الناس، مو فقط حق طلبه الانفورميشن سيستم. التخصص هذا يتكلم عن اهميه التقنيه، تكنولوجيا المعلومات في داخل المؤسسه. فقط اني انا اجيب التكنولوجيا واوظفها في داخل الاداره، داخل المؤسسه وداخل الشركه، هذا عمل بحد ذاته كبير جدا ومعقد جدا. ولما اقول شركه ما اقصد فيها شركه بمعنى شركه خاصه، يعني لا، شركه اقصد المنظمه. المصطلح الافضل او المستخدم علميا هي organization، منظمه. والمنظمه قد تكون قطاع حكومي، قطاع خاص، مؤسسات اهليه، نفع عام، نشاطها رياضي، قانون، نشاطها تجاري اعتيادي، بغض النظر. طالما هناك معلومات، هناك احتياج لأدوات لمعالجة هذه المعلومات. وبالتالي هذا التخصص يتحدث عن أمور كثيرة. ما هي التكنولوجيا؟ تعريف التكنولوجيا، تعريف نظام المعلومات، ما هي المؤسسة، ما هي إدارات المؤسسة أو المنظمة، نوعية الموظفين، أمور كثيرة. ولهذا هو يعتبر تخصص وبحر كبير. وأيضا بحكم أنه مرتبط بالتكنولوجيا، هذا العلم متطور باستمرار، يعني في حالة تطور. فمع كل تكنولوجيا جديدة تغير مفاهيمنا للإدارة، تغير نظرتنا للإدارة، تغير نظرتنا لكيفية الأنشطة التجارية، إدارة الأنشطة التجارية. اليوم كثير من الأنشطة التجارية اختلفت، صارت يعني لم تكن موجودة في السابق، استحدثت. أو توجد بعض الوظائف أو بعض الأنشطة كانت موجودة في السابق انمحت، تمام؟ يعني على سبيل المثال فكرة الميديا، نشاط الميديا اللي هي الأفلام، هذا النشاط في كثير من الشركات خرجت من البزنس. يخطر على بالي الآن بلاك باستر اللي مروا أمريكا، يعرفون بأن شركة بلاك باستر شركة ضخمة كانت في السابق، ولكن الآن لم يعد لها وجود، يعني ظرف 10 سنوات انتهت. وحل بدلا عنها اللي هي الميديا، الكلاود ميديا، وبشكل خاص نتفليكس، تمام؟ فعموما اكو انشطة تستحدث، واكو انشطة تنتهي وتخرج من السوق، وهناك انشطة يعني تدمج ما بين الاسلوبين. عموما كل ما يتعلق بهذا التخصص، بهذا الأمر موجود في هذا التخصص. يفترض بأن هذا التخصص يعالج هذه النوعية من القضايا اللي راح أشرحها في هذه الفيديوهات إن شاء الله القادمة. فما فوق راح أعطي فقط فرشة عامة عن التخصص، تمام؟ فرشة عامة لمن يريد أن يستزيد، لا يعني هي محاضرات ليس للمتخصصين، فقط لطالب سنة ثانية أو إنسان هاوي وده يطلع، يبي يعرف شنو يعني information system، يبي يستزيد. المحاضرات هذه مفيدة له، شرحها يعني إن شاء الله راح يكون بسيط، ما فيها تعقيدات. الكتاب اللي نستفيد منه في هذا الشرح هو مو بالضبط هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب تقريبا، خلوني أنا أقدم لكم، اللي هو management information system. هذا الكتاب اللي هو يدرس في الجامعات الأمريكية، ولكن في الجامعات اللي خارج أمريكا نعطيهم كتاب نسميه Essentials of Management Information System. يعني هذا الكتاب تقريبا موسع، هذاك الكتاب تقريبا في مثل ملخص. كتاب جيد وتستخدمه الكثير من الجامعات، وجامعة الكويت نستعمله احنا صار لحين عدة سنوات، وكل ما نزل فيرجن جديد ننزل ايضا نطبقه. ان شاء الله في الحلقات القادمه راح تشوفون هذا الكتاب، راح احاول اني اعتمد عليه واشرحه،
وإذا في مصادر أخرى أيضا راح أذكرها. راح نشرح عدة أمور، راح نتكلم، خلوني بس أفتح الفهرس. إن شاء الله راح نتكلم عن المقدمة، شنو يعني تأثير الانفورميشن سيستم، ما هو الانفورميشن سيستم، تعريف الانفورميشن سيستم، وبعدين إن شاء الله راح نتكلم عن ماذا يعني بالإي بزنس. نسمع في الإي بزنس، ما هو الإي بزنس، شنو هي الكلمات المتعلقة بالمصطلح هذا، فما هو الإي بزنس. بعدين ننتقل إن شاء الله إلى المؤسسة، تمام. راح نتكلم عن تأثير الانفورميشن سيستم على المؤسسة، والمؤسسة كيف تتأثر، إلى أي درجة، تمام. أيضا هناك من المواضيع المهمة جدا مفهوم يسمى الداتابيس، والداتابيس أيضا راح أحاول أشرحه بشكل سريع، ما راح أحاول أني أتوسع فيه لأنه معقد، وفي بعض المصطلحات قد ما تفيد المطالع الاعتيادي، هذه تحتاج إلى قد تكون بعض يعني بعض الجوانب التخصصية، فبالتالي ما له داعي نتوسع في الداتابيس. نشرح إن شاء الله مفهوم البيزنس انتليجنس، راح نعرف شنو يعني البيزنس انتليجنس. السابق كان بيزنس، لكن الآن في شيء اسمه بيزنس انتليجنس بالاستعانة بتقنيات المعلومات، فما هو البيزنس انتليجنس أيضا راح نتعرض له. ونتكلم عن جزئية أيضا جدا مهمة يتعلق بالتكنولوجيا، الجزء هذا هو يسمى بالسيكوريتي او سيكورينج انفورميشن سيستم، ايضا هذه الجزئيه راح نعالجها او نتكلم عنها ايضا بشكل سريع. وهذه التشابترز او المواضيع تقريبا لكل واحده منهم كتاب خاص وماده خاصه، يعني في سيلابس حق الانفورميشن سيستم، عفوا في الكريكولم حق التخصص نشوف بان هناك ماده للسيكوريتي، مادة لنتوركينج، مادة للداتابيس، مادة للاناليسيس اند ديزاين، كل واحدة فيهم. وكل مادة هذه ممكن يكون فيها ايضا اشتقاقات وتوسع. عموما هذا اللي راح اسوي ان شاء الله، ما راح اروح حق التخصصات هذه او نقول التفاصيل هذه، فقط راح يعني نتوقف عند شرح عام فقط للانسان اللي مهتم في الموضوع، بحيث انه حاب انه يطلع وبعدين ان شاء الله ممكن نحيله على بعض الكتب، او اذا صار في فرصه ممكن نعطي بعض المحاضرات المتعلقه في الجوانب التخصصيه. وشكرا.